مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. من زمان ما طلعت عليكم في قناتي على اليوتيوب، ولكن مشاغل الحياة والأمور الكثيرة اللي بتصير سألت سؤال مهم جدا، وقررت اليوم أسوي فيديو عنه عشان يستفيدوا منه خاصة القادمين جدد وناس لهم فترة في كندا، اللي هو ماذا نفعل عندما يحدث حادث سيارة لا سمح الله. الآن الموضوع سهل جدا، إجراءاته مثل يمكن كثير باقي الدول، ولكن يمكن في كندا إله سبيسيفيك إنه مش شرط دائما تيجي الشرطة. إذا لا سمح الله الحادث خفيف والحمد لله الأمور تمام صحيا، فالشرطة ما حتيجي أصلا. خلينا نحكي أول إشي إذا صار في حادث. أول إشي، أول شغلة، لا دونت بانيك زي ما بيحكوا، لا تعصب، لا تخاف، لا تضغط على نفسك، هذا قضاء الله وقدره والحمد لله على كل شيء. أول شيء تأكد من صحتك وصحة اللي موجودين معك في السيارة، تأكد إنه ما في إصابات، ما في أشياء آلام عم بتصير معهم، وهي الشغلات مهمة جدا جدا قبل ما تتحرك، قبل ما تترك مقعدك. ليش؟ لأنه لا سمح الله إذا في مشكلة في الظهر أو صار شغلة وأنت تحركت أو كسر ممكن تؤدي إلى مشاكل أكبر، فابقى في مقعدك إذا أنت شاعر إنه في إشي تأثر في صحتك. إذا ما في تأثر حاول تشوف السيفتي، تتأكد إنه ما في سيارات جاي، اطلع من السيارة وتأكد من صحة الأشخاص اللي موجودون في السيارة الثانية اللي صار فيها حادث، لأنه قد يحتاجوا في هذا الوقت إلى إسعاف، فساعتها إذا في حاجة للإسعاف تتصل دايركت في 911. إذا ما في داعي ووضعهم تمام تطلع أنت والسائق تبع السيارة الثانية، وساعتها بتبدأ الموضوع. أول شيء تطلع حواليك وشوف إذا في شهود، أوكي؟ تأكد إنك تحصل على أقل شيء اسمه ورقم تلفون الشاهد، لأنه لا سمح الله إذا صار إنكار لي على مين الحق وعلى مين المخطئ، فهون أنت بتحتاج الشهود. إذا عندك داش كام كاميرا دايركت بس تخلص من الحادث طلع الميموري كارد، لأنه معظم الكاميرات بتعمل ريكوردينج على الميموري كارد وقد تلغيها بعد 7 8 ساعات، 8 حسب عدد الريكوردينج، حسب حجم الكاميرا. فأنت على السريع طلع الميموري كارد عشان تحتفظ في الإيفيدنس. الآن تأكد من صحتك وصحة الآخرين، كل شيء تمام، تطلع على الشهود، تتأكد إنه في شهود. الحادث الآن السلامة العامة مهمة، ما في ليك في البنزين، ما في نار مشتعلة، لأنه هاي الشغلات لازم تبعد أنت والسيارة الثانية، لازم تبعد، بغض النظر قد يحدث انفجار لا سمح الله في السيارة تأثر، أنت ما تأثر في الحادث تأثر بموضوع هذا. فالسلام العامة مهمة، زي ما حكينا، أول تأكد من صحتك، صحة السيارة اللي أمامك، صحة اللي معك وصحة اللي موجودين في السيارة أمامك، إذا في شهود والسلام العامة، هاي 4 شغلات أساسية. الآن إذا الحادث كبير وشايف إنه في داعي لاستدعاء شرطة وفي توينج وشغلات زي هيك، ساعتها بتتصل في 911، بتحكي عن موقعك وبتيجي الشرطة بتقدر تأخذ الأمور كاملة وبتعمل سحب للسيارة، وإذا في حدا بيحتاج لإسعاف بيجيبوا له سيارة إسعاف. عادة بتيجي في كندا سيارة إسعاف، سيارة إطفاء، أول إشي بتيجي هي سيارة الإطفاء. ليش؟ إذا في قص باب أو شيء زي هيك بتيجي سيارة الإطفاء، وبتيجي سيارة الشرطة، ممكن أكثر من سيارة. الآن إذا ما في داعي، يعني الموضوع سهل، بمبر تو بمبر وشغلة بسيطة، هون بتصير الشغلات الأساسية اللي لازم تسويها. أول شغلة، خد صور وفيديو لمكان الحادث بشكل مقرب وبشكل بعيد، أوكي؟ يعني ابعد وقرب السيارة وشوف الحادث وشوف الضربات وشوف الأماكن. للأسف في ناس بعد ما يسووا الحادث بروحوا بضربوا السيارة أكثر عشان يصلحوا أو ياخدوها توتال لوست أو إشي. فأنت اعمل صور وفيديو للحادث دائماً، خلي عندك إيفيدنس. الشخص اللي مقابلك اللي سويت معه الحادث تأخذ منه صور لثلاث أشياء. الشيء الأول صورة لرخصته الشخصية، 2 صورة لترخيص السيارة، والناس كتير بتنسى هاي الثالثة اللي هو التأمين. التأمين
التأمين تبعه مهم جدا جدا. تأخذ رقم تلفونه احتياطاً إذا صار في إشي أو بدك تتصل فيه. هاي الشغلات الأربعة اللي لازم تأخذها من الشخص: صورة من هويته، رخصته، صورة من جواز شو اسمه رخصة السيارة، صورة من التأمين، ورقم تلفونه. وعادة انتهى الموضوع، خلاص انت بتروح وهو بروح. إذا السيارة ماشية، إذا السيارة مش ماشية تتصل في شركة توينج لشحن السيارة على مكان اللي بدك إياه. بدي أركز يا جماعة على هذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع مهم جدا جدا جدا. وللأسف في شركات توينج في كندا سكام، وفي برنامج موجود اسمه ماركت بليس عملوا عن الموضوع هذا سكام تبع التوينج، انتبهوا عليه كتير. فيا إما بتكون أنت مشترك بشركة رود أسيستنت، كوسكو عندهم رود أسيستنت، CAA عندهم رود أسيستنت، كنديان تاير عندهم رود أسيستنت. إذا أنت مشترك فيهم تتصل فيهم، هم بيجوا بجيبوا لك التوينج وبسحبوا السيارة. إذا أنت مش مشترك في رود أسيستنت، سواء عن طريق هدول الشركات أو الديلر أو شركات ثانية، في كتير شركات بتسوي رود أسيستنت، ساعتها بدك تدور على التوينج. أهم شيء إنك تدور على شركة توينج صادقة. شركات توينج في كتير شغلات بسووا فيها. أول شيء بسحب السيارة على جراج غلط وبنيمها غاد، وبصير يأخذ عليها مبيت. ممكن السيارة تختفي بعد شهر، تقعد تدور عليه ما تلاقيها، يقول لك أنت حطيتها أنا عندي وادفع لي. ممكن يوديها على جراج هو مختار ومتفق معاه يحاسبك بأسعار عالية. ممكن انت تقول له اوكي انا بدي توينج للمكان المعين قديش، والله 10 كيلو، اوكي على الكيلو انا باخذ مش عارف قديش. يجي يقول لك صارت ازمه وانا طلعت مكان ثاني وزودت 10 كيلو زياده. فبدك تنتبه من هذا الموضوع. الافضل انه يكون معك تلفون توينج على هاتفك محفظه لشخص انت ثقه فيه، ناس تستخدمه وناس كتار. يعني الشباب عندنا بالجاليه ما شاء الله كتار في موضوع التوينج. الآن تنتهي المواضيع هاي، تأخذ سيارتك أنت سواء على البيت أو على الجراج، أوكي، وبتتصل بالإنشورنس تبعك، أوكي، تتصل بالإنشورنس تبعك. الآن هون في نقطة مهمة، إذا لا سمح الله في عندك مشاكل صحية، عادة في أنتاريو الإنشورنس تبعك هو اللي بغطي هاي الشغلات. ف بعطوك بدل مساج ثيرابي في نسبة معينة، بدل مثلا أكوبانكتشر، بدل كاريوبراكتر، حسب الإصابة وحسب النوعية. أوكي؟ تصليح السيارة هذا بيعتمد أنت مغطي شامل أم مغطي ضد الغير، بيعتمد أنت عليك الخطأ أو عليه. هم بيتصلوا في الإنشورنس تبعه بيسألوا إذا هو عمل كليم وإذا هو اعترف بخطأ ولا لا، هذا بين الإنشورنس ما إلك. المهم أنت اللي عليك إنك أنت أهم شيء تقوم بتبليغ الإنشورنس إذا عندك ضرر. إذا ما عندك ضرر ما تبلغ الإنشورنس، إذا اتصلوا فيك هم بكون الشخص الثاني بلغهم. إذا ما عندك ضرر يعني ما في داعي إنك تعمل كليم على حالك. إذا في ضرر وضرر أكبر من الديدكتبل، بدك تعرف انه كل شركات التأمين في كندا في عندها شغلة اسمها ديدكتبل اللي هو اقل حد للدفع. الديدكتبل بيكون عادة من 250 واعلى. مثلا انت تصليح السيارة بكلفك $1,000، اوكي، والديدكتبل تبعك $1,000، ما في داعي تسوي كليم لانه ما حتستفيد. الشركة الانشورنس حتقول لك تصليحك تقريبا هو مساوي لهذا، ف نحط عليك كليم وما دفعوا لك شيء. فانتبه من الديدكتبل هاي، اعرف الرقم تبعك قديش واعرف التصليح تبعك. الموضوع كده انتهى، اوكي. لكن في بعض المقاطعات مثل مقاطعه كيبيك، اذا عندك مشاكل صحيه التامين تبعها وتامين الاشخاص اللي كانوا معك بالسياره بيكون عن طريق المقاطعه نفسها مش عن طريق شركه التامين، فهذه لها كليم اخر. مثال انت مكسرت نظارتك خلال العمليه، او نظاره اللي جالس معك زميلك او احد معك كسرت نظارته، عاده مقاطعه كيبيك اي شخص من سكان كيبيك بيقدر يعمل كليم لنفسه عن هذا، بس ببلغ عن تاريخ الحادث.
هذا هو بالمختصر. إذا حصل لا سمح الله حادث، شو تسوي؟ انتبهوا على حالكم في الطرقات، وخاصة في فصل الشتاء الزحليق كثيرة. وألف سلامة لكم ولأهاليكم، وما تشوفوا شر إن شاء الله، ونراكم في حلقات قادمة. اعملوا سبسكرايب للقناة إذا عجبكم هذا الفيديو، وإن شاء الله إذا في عندكم أي أسئلة ابعتوها، وأنا إن شاء الله بحاول أجاوب عليها بفيديوهات مشابهة خاصة للقادمين والساكنين في كندا.